زيارة سلام ستظل أصداؤها تملأ العالم، تلك التي أتى بها قداسة البابا فرانسيس الأول لمصر، حيث تركت آثارا يتحاكى عنها العالم وخاصة المصريين داخل مصر وخارجها. أولا أهلا بكم هنا في ميلانو. أنا بعتبر أن زيارة قداسة البابا فرانسيس إلى مصر من أنجح الزيارات التي قام بها قداسة البابا، وفي نفس الوقت من أنجح الزيارات التي استقبلتها مصر. تأكيد على دور مصر، إلهام، وعلى أن مصر هي بلد السلام وهي التي تحمل يعني راية السلام في المنطقة، فالزيارة ناجحة بجميع المقاييس الدولية، وكان فيها ترحيب كبير جدا في الإعلام الإيطالي بالزيارة ونتائج الزيارة. من هذا المنطلق طارت كاميرات التلفزيون المصري لإيطاليا للتعرف على آراء المصريين هناك في هذه الزيارة. تأثير حلو جدا طبعا لمصر كلها، وهو يعني بابا السلام في أرض السلام. بابا روما دايما كان بيكن ومازال بيكن معزة خاصة لمصر، وهو قد كده في خطابه اللي قاله قبل ما ينزل زيارة مصر ان مصر ليها معزة خاصة. طبعا العائلة المقدسة زارت مصر، وكمان ان مصر فيها زي ما هو قال بنفسه شعب وصفوا بالتسامح وعلاقته الطيبة بينهم من بعض على مر السنين. الحقيقة احنا كمصريين كلنا بنحب مصر ونتمنى الخير والسلام لمصر، فزيارة بابا السلام لمصر بتفرحنا كلنا وتفرح قلوبنا كلنا. فرحنا جدا ان قداسة البابا فرانسيس زار مصر، ولقائه برموز الدولة وعلى مقدمتهم طبعا رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي كان ليها فرحة خاصة ان احنا نشوفها، واحنا ساكنين طبعا برا مصر بتفرحنا خاصة ان احنا نشوف الكلام دوت. ولان المصريين هم شعب المحبة والعيش المشترك، فقد وجدت هذه الزيارة طريقها لقلوبهم العامرة بالسلام، وتركت نتائج إيجابية كثيرة. زيارة الحبر الأعظم سيد الفاتيكان لمصر وما ترتب عليها من نتائج ستظل علامة فارقة في تاريخنا المعاصر. من ميلانو بإيطاليا، جورج رشاد، التلفزيون المصري.